جمعيه طموح المسند مرضى السرطان وجمعيه طموح للتنميه الاجتماعيه كيحتفلوا بذكرى المسيره الخضراء الذكرى 48. اليوم هذا حدث وطني، حدث تاريخي. اليوم ماشي غير عيد وطني، ماشي غير عطله رسميه، اليوم هذا اسمى الاعياد الوطنيه، لان هذا عيد التحرير. حكايه 350 الف قلب مغربي طوعوا وجندوا ولبوا نداء الحسن، وكانوا هازين يعني الرايات وقلوبهم كتفرفر كترفرف معاهم، يعني غاديين بمسيره سلميه، حاملين كتاب الله، حاملين الرايه المغربيه، وحروا لنا الصحراء المغربيه. اليوم يعني هذه الحكايه هذا تاريخ كيخص يخلدوا جميع المغاربه من طنجه للقويره، وحنا جد جد مسرورين وجد فرحانين وسعداء بهذا النهار. هذا هذه حكايه خص يرويها الاحفاد، يعني الاجداد للاحفاد. هذا تاريخ اللي يعني تكتب من ذهب، لان احنا فخورين كمغاربه ان مسيره التحرير كانت مسيره سلميه، المسيره الخضراء المضفره كانت مسيره سلميه، اللي كان النداء ديالها من طرف جلاله المغفور له والمرحوم الراحل الحسن الثاني نصر رحمه الله. اليوم مسيرة النماء غادية مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسيرة التنمية، مسيرة الازدهار. اليوم حنا كنقولوا أننا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، السدة العالية بالله، مستعدين نضحيوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، من أجل كل حبة رملة رمل في الصحراء المغربية. اليوم حنا مستعدين نفديو الوطن ديالنا بأرواحنا، وهذا قليل في حق بلادنا. حنا يعني ما عرفتش كيفاش نعبر لك يعني الفرحة، ذاك الإحساس ديال الروح الوطنية، لأن حنا كمغاربة الروح الوطنية عندنا في الدم، وهي اللي خلات الأجداد ديالنا مشاو في المسيرة الخضراء. اليوم كنخلدوا المسيرة الخضراء، واللي هي كتأرخ السنة اللي أنا تزاديت فيها، كتأرخ هذه المناسبة بزاف الأشياء في الذاكرة ديالي ومن الطفولة. يعني الحمد لله حنا جد جد فخورين، جد جد مسرورين، جد سعداء بأننا نخلدوا الذكرى 48 لذكرى المسيرة الخضراء. وكنقولوا الله ينصر سيدنا، الله يطول لنا في عمره، الله يزيد في مداده، الله يحفظ لنا ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويحفظ لنا المولى رشيد والأسرة الملكية ولالة خديجة، الله يطول لنا في عمره. حنا فرحانين بهذا النهار، حنا مرضى السرطان ومحتفين بالمسيرة الخضراء، وكنتمنوا ان شاء الله النجاح للمسيره وتكون ان شاء الله محره بلادنا. بمناسبه الذكرى 48 للمسيره الخضراء التي جسدت منذ عهدها ارتباط الشعب المغربي بوطنه واستكمال الوحده الترابيه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، هذه الذكرى اليوم نقف وقفه اجلال واحترام وتقدير وتاكيد بان الشعب المغربي يتشبث باهداب العرش العلوي المجيد، كما اننا نربي فينا وفي أبنائنا ثقافة الاعتزاز بالهوية المغربية. واليوم جمعية الطموح لمساندة مرضى السرطان في شخص رئيستها الأستاذة حسناء بوشما ورفقة منخرطاتها تنظم اليوم خرجة ترفيهية إلى منطقة عين القصب بن سليمان للترفيه عن أنفسهم وأجسادهم جراء الآثار جانبية للعلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني. مشكورة من هذا المنبر اليوم نحتفي رفقة الشعب المغربي بهذه الذكرى الفضيلة، ونشيد بجميع الخدمات والتنموية لفائدة الشعب المغربي، وتحية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله رفقة الأسرة العلوية الشريفة.